إذن شكرا كاميليا حاج سعيد. نعاود نولي لك بعد قليل. على كل حال نعاود نولو مجددا لكرة اليد. قبل أيام فقط كان هناك نادي اتحاد مدينة توغورت لكرة اليد بطبيعة الحال قرر الانسحاب. أعطيني لابيبليكاسيون في الفيسبوك عدل جو الله. إذن بعد 15 سنة من ترأس النادي أعلن انسحابه وانسحاب النادي بصفة رسمية من بطولة القسم الوطني الأول ماشي ليكسيلونس الأول لكرة اليد أي ما يعادل القسم الثاني في قرار لا رجعة فيه. والسبب الرئيسي يعود لتجاهل السلطات المحلية للفريق بعد تحقيقه الصعود، لا تكريم ولا منحة صعود لأجد نفسي وحيدا إلى غير ذلك مما قاله مجيد داهم عبد المجيد المسؤول على الفريق وطبعا خلفه رئيس النادي. إذن يلتحق بنا الآن عبر الهاتف ماجد. إذن داهم عفوا مجيد أهلا بك. السلام عليكم أخي كمال ولضيوفك الكرام ولكل متتبعي قناة هداف. شكرا جزيلا لك. طبعا قبل أن نبدأ الحديث معي هنا نور الدين هني اللي كان مدرب في وقت مضى في فريق اتحاد توغورت. الله يبارك معروف غني عن تعريف شيخ أني معروف درب في نادي توغورت وعنده اسم مباع في كرة اليد الجزائرية. وقبل ما نقدموا على النادي هذا اتحاد توغورت نادي عريق وخرج انجب لاعبين وكما نقولوا نصف الاقسام العليا وكما نقولوا بعد ما تدهورت كره اليد التوغورتيه بدا النادي يشغل باش يرجع امجاد كره اليد التوغورتيه الى استضافه. نعم مجيد مازال ما طرحت لكش حتى سؤال، يعني قلت لك بركه ومعنا نور الدين هني عنده كلمه لك دقيقه فقط. نشكره بالله تحياتي شيخ. يسمع فيك عبد المجيد. السلام عليكم اولا. سلام شيخ. انا متاسف لان مريت فتره جميله في فريق توغورت لما صعدنا للقسم الاول كان فيه الناس اللي كانوا يحبوا كره اليد، كان فيه امكانيات، عندكم قاعه يعني مناسبه، عندكم اشياء يعني راني فريمون نقول لك مستغرب كيفاش الفريق توغورت وصل لهذه الظروف هذه. يعني للاسف كما نادي توغورت اللي كنت تصرف عليه الشيخ راهو انتصر عنده فايت خمس سنوات من اللي كما نقولوا خلاص انسحب ما عادش كاين اسمه هذا النادي نادي توغورت لكره اليد اصبح غير موجود، كان غير كره القدم نادي توغورت وكره وهذا اللي كان ينشط في القسم الممتاز راهو ما عادش كاين هذا النادي. نتمناو على كل حال يعاود يولي، لكن اعطيني الموضوع في حد ذاته مجيد. طبعا شفنا المنشور تاعك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل المشكل هو فقط عدم السلطات المحليه تجاهلها للفريق اللي خلاتكم تقرروا انكم تنسحبوا ولا ربما ما كاش اموال؟ وين راهو الاشكال بالضبط؟ والله يا اخي كمال الاشكال عميق وعنده كما نقولوا منذ استحداث ولايه توغورت يا اخي كانت ولايه منتدبه كنا تسمى قبل 70 ولايه ورقله، ملي ولينا ولايه كامل صلاحيات تسمى الامكانيات كما نقولوا احنا الفيديو دراما ناقصه بحكم ولايه جديده، المصادر التمويل ما كان كما نقولوا من مديريه الشباب والرياضه ولا البلديه كان غير 60 مليون اعطتها لنا استمنا مديريه الشباب والرياضه، 65 مليون اعطتها لنا البلديه، هذه ما تكفيش واش خسرنا عندنا دين تاع 500 مليون الموسم الماضي تاع الصعود يعني. يعطيك الصحه، احنا صعدنا الوالد بالمناسبه نحيي الوالد داهم بشير اللي هو رئيس النادي. نعم. يصرف ماله خاص منذ تاسيس النادي، هو من مؤسس النادي الى يومنا هذا، احنا رانا نطالبوا بتكريم لاعبين وعدوهم باش نكرموهم بعد تحقيق الصعود ما كانش. نروح للامكانيات المادية، احنا الموسم هذا كيف صعدنا؟ راه عندنا تنقلات بعيدة، خمس تنقلات العاصمة، تنقل لبجاية، تنقل راس الواد برج بوريرين، وعين ولمان الطيف، هادو لو كما تكون دعم مالي كافي، رانا ما نقدوش ولحد الآن لم ندفع ملف الانخراط لدى الاتحادية الجزائرية، اللاعبين قال لك كما ما يخصوناش منحة ولا شهرية رانا ما نبدوش، الحال الوقت اللي راني نحكي فيه معاك يا أخي كمال، النادي راهو منتصر وما عندوش كما نقولوا وجود صراحة. طبعا. رانا نستنوا. نعم مجيد، انتم على بالكم باللي في حال المقاطعه القانون واضح يقول في حال مقاطعه ثلاث مباريات متتاليه اكيد راح تنزلوا للقسم اللي تحته، يعني هل انتم راكم تعلنوا باللي الفريق تاعكم
ديسو رايحين تحلوه خلاص سي بون، ولا الفريق موجود لكن بما انه ما كاش الدعم المادي تطبق عليكم القوانين تاع الاتحاديه، وهذا امر معمول به. بارك اخي كمال. نعم. كان فيه اجتماع بين رئيس النادي هو الوالد الكريم مع مدير شبه الرياضه ورئيس البلديه. نعم. اعطاهم كما نقولوا احنا اعطاهم المشاكل اللي يعني من النادي، قال شغل النادي راه في يدكم، انا راني شغل مربوط بكم، الى شغل عاونتونا والاخر رانا راح نمشوا، الى ما كانت تسمع شغل هي المرمى الان في يدهم، هما راهم وعدونا قالوا لنا رانا نديروا بعض الاجراءات، لكن احنا البطوله لحد الان ما ناش عارفين وين تبدا. من الوقت اللي راني نحكي فيه، الوقت الحالي راني نحكي فيه معك اخي كمال، ما حطيناش ملف الانخراط كما نقولوا الدوسي لونغاجمون، ما دفعناش كما نقولوا الدوسي تاع اللاعبين، يعني الوقت اللي انا نحكوا فيه راه النادي مازال ما بداش، راه ما سنوا في الوعود، الى وفقنا في الوعود اكيد راح يصلى ينطلق النادي، الى ما كان راح ينسحب بصفه رسميه. الوقت الحالي راني نحكي فيه معك رانا ننتظروا في الرد تاع السلطات المحليه اللي قالوا لنا عن قريب ان شاء الله راح تفرج الازمه. ماذا بينا احنا الناس الثاني والي الولايه يشوف لنا كاش ممولين، تكن على بالي البي جي تاع الولايه راه ضعيف، يشوف لنا كما احنا مدينه قلت مدينه صناعيه كذا، يشوف لنا دي سبونسور. نعم. رجال اعمال مقاولين، على قد باش يمشي هذا النادي. احنا رانا قلنا الى راه المشكل فينا احنا راح ننسحبوا، راه النادي نجم يسيروا احنا كما نقولوا اشخاص روح مين ماذا بينا هذا النادي يقعد، خاصه تقرت هذا الفريق الممثل الوحيد في ولايه تقرت في القسم الاول سواء في كره القدم. نعم. في الرياضه الجماعيه كره الطائره هذا النادي لو يمثل الولايه ماذا بينا احنا ما ينظفرش، وثقتنا كبيره احنا في السلطات المحليه من قلت لك وعدونا، لكن ننتظر التسجيل هذا هو المطلب تاعنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصل المطلب تاعكم مجيد داهم للسلطات المحليه بطبيعه الحال، لانها هي الداعم ربما الاكبر على مستوى الولايه، وانا اعرف بانه يعني ولايه تقرت فيها الكثير من المصانع، فيها المفروض انه يلتفوا حول الفريق الوحيد اللي موجود في المدينه واللي دائما واللي راهو يحقق نتائج جيده، الدليل انه صعوده الموسم الماضي للقسم الاول. ان شاء الله احنا ننتظر لفته من كما نقولوا المستثمرين ولا رجال الاعمال، لانه احنا شو من منذ نسال كما نقولوا جامي تلقينا مساعده كما نقولوا من المستثمرين، نتكلم من اموال الدوله، وحنا رانا شغل الفريق ويكون في لاعبين ويجتهد، وحنا راهو غايضنا حال الفريق ماذا بينا ما يحبش نكذب عليك. نعم. انا شغل نصف من مالي الخاص ما يحبش النادي، لكن عندنا هجره كما الموسم هذا 30 40% من اعمده الفريق غادروا النادي بسبب الاموال، قال لك راني كون ما نديرليش كما نقولوا اجره شهريه راني من العبد، وانا الامكانيه تاعي ما تسمحليش باش ندير الاجره شهريه. نعم. راه عندي 30 40% من ركائز واعمده النادي غادروا الفريق بسبب هذا الجانب المالي، ماذا بيا. نعم. ما يكونش هجره جماعيه ويندثر، لانه الوقت راهو ضيق وراهو ضدنا، ماذا بينا السلطات يقول يرونا في عين الاعتبار في اقرب وقت، لانه إن شاء الله. الوقت راهو ماهوش في صالحنا، قد ما رانا نديروا التاخر قد ما راه النادي راح يروح الهاويه كما نقول. ان شاء الله ان شاء الله، من المفروض الكلام تاعكم يوصل باذن الله عبر قناه الهداف، ونتمنى السلطات المحليه تاخذكم بعين الاعتبار. اذا مجيد داهم كنت معنا من تقرت مباشره، شكرا جزيلا، وللحديث بقيه ان شاء الله، ان شاء الله يكون هناك الجديد. شكرا الشيخ بوهني بلغ له تحياتي. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا شكرا جزيلا لك، الى اللقاء. اذا ربما المفروض اني نبدا معك رئيس الاتحاديه، لكن نبدا مع نور الدين هني اللي كنت مدرب في هذا الفريق صراحه، بعد سنوات وسنوات من العطاء الفريق هذا قدم رياضيين للبطوله المحليه، قدم رياضيين من مستوى لا باس به مستوى عالي بعد كل هذه السنوات مشاكل ماديه، يعني تقريبا هذه المشاكل اللي نشاهدوها في كل الانديه، يعني حتى في القسم الثاني تقريبا كل الانديه راهي هكا، شاهدنا حتى مولوديه الجزائر لو يلعب بفريق اقل من 20 سنه، يعني حتى الاتحاديه يعني رئيس الاتحاديه موجوده هنا، حتى الاتحاديه ما كاش، يعني الاموال على مستوى كره اليد صارت شحيحه جدا، الانديه كثيره، الرياضيين كثر، والمقابل المادي غير موجود. مشكل واحد كان في 77، يعني كان وقت هذاك الوقت داروا لا ريفورم سبورتيف، كان اللاعب اللي يلعب اللي يطلع سينيور، كانت ما كانوش الفرق كما 24 فريق. نعم. كانوا 8 10 12 فريق. نعم. كانوا الشركات الوطنيه تشغل اللعب، يعني كانه يشتغل في الشركه وعنده ديتاشمون باش يروح يدرب. نعم.
درك ولات فوضى. درك في اي تقول لي انت فريق هاوي ولاعبين محترفين. صحيح. يعني بكري كانوا الدرام اللي يعطوهم لي سوبونسيون لي كلوب باش ترونسبور، حنا بكري كنا بالطياره. درك راه يروح من العنابه للبشار يلعب الكار. عنابه يعني عنابه الوهران اعتقد فريق اتحاد مدينه عنابه 18 ساعه ولا سافر سافر عبر الحافله. نعم. وبالسيف قريب ما راحوش. قريب ما راحوش. نعم. دونك قلت لك لي سوبونسيون بكري تاع ترونسبور تاع ليكيبمون تاع الدراهم اللي يعطوهم سوبونسيون ما يكفيوش لي سالير تاع لي جوار. صحيح. البروبليم راهو هنا ورانا نهضروا عليه، لازم الوزاره تاخذ قرار هل هذا لعبه هويه وما نديروش لي ريزولتا واللاعبين ما يخلصوش، اللي يحب يلعب يلعب كما كنا بكري. يخدم في الحانوت والعشيه يجي يخدم عادي، خدام عادي ويجي لو بليزير لو سبور بور توس صحه تاع هما ولفوهم كي يلحق 14 15 عنده لي كاباسيتي يقدر يطلع سينيور يبطل قرايته يبطل صنعته يبطل كلش باش يبقى يخلص غير بالرياضه هذيك. ما عندهمش الاموال باش يخلصوا اللاعبين، على هذه اللي دوك نتكلموا على المشاكل، وهذه المشاكل اللي خلاو الرياضه يعني كرة اليد والرياضة بصفة عامة يعني في المشاكل هادو. صحيح. شحال من لا سوبونسيون لازم لك وكل عام الصالير يطلع. أكيد. لأن كاين فرق اللي ينجموا يجيبوا دراهم باسكو الوالي هذاك يحب الرياضة ومن بعد يروح من بعد ماشي كيف كيف، ولا كاين واحد يحب، دونك كاين دي كلوب اللي يطلعوا لك لي صالير. كانوا لي صالير بكري ب 500 ألف دوك راه صالير زي روند بالر أو 30 40 50 مليون وغير يطلع. كي عندك أنت يا 10 لاعبين يخلصوا 20 مليون أي 200 مليون 200 مليون في الشهر. أكيد. شحال في العام؟ صحيح. وأنت عندك سوبونسيون تاع زوج ملاير، يعني ما تقدرش ميم با تخلص. هذا اللي عنده زوج ملاير اللي عنده يعني على حساب الولايات. دونك نعم نعم رئيس الاتحاد. نعم. حتى فريق في كرة اليد عنده سيبونسيون ما كاش يعني ما عدا اعتقد مدير الجزائر، ومدير الجزائر ما كاش دراهم. ما كاش دونك لازم ريفليكسيون برك. واش نحوسوا؟ كانوا الناس اللي يخموا في لا ريفورم ونجحت ومن بعد الشركات ما نجموش يتبعوا وكذا تغير الامور، بصح لازم نلقاو الحل حل. نعم. اذا حبينا الرياضه تتطور وعندنا الامكانيه عندنا البشر كاين. نعطيك انا امكانيات بشريه. نعطيك مثال تاع نهاد بن شادري. صحيح. اللي تاهلت بطل افريقيا وبطلت وكاليفي للجوز اولمبيك دو باريس في التجديف. انت تتحدث على نهاد بن شادري التجديف. نعم. بصفر الدينار من الدوله. صحيح صحيح. باباها اللي عاونها في التحضير. نعم. وبعد لقاو كيفاش دير سجلوها في فريق في فرنسا الاخر وتمرنت. هذوك المشاكل وين راهم؟ صحيح. لازم نديروا الرياضه هويه ولا نديروا بروفيسيوناليزم؟ بصح ما نديروش هاك وهاك. اكيد اكيد. اذا كريم طالب اعرف بانه هذه المشاكل تخص الانديه لا تخص الاتحادية بوجه التحديد، لكن في نفس الوقت الاتحادية تتأثر لما يكون هناك مثل هذه المشاكل على مستوى الأندية. اليوم ربما هو اتحاد تقرت غدوة ربما نسمع فريق آخر من الغرب، وربما بعد غد نسمع فريق من الشرق يقول لك أنا ما نقدرش ما عنديش لا سوبفونسيون. يعني هذه المشاكل اللي تخبط فيها الأندية، انتوما كاتحاديه كيفاش تشوفوا الحلول؟ وشنو هالحلول اللي يقدروا يلحقوا لها؟ هل يشوفوا على مستوى على مستوى البلديات ولا الولايات اللي راهم فيهم؟ هل ربما انتوما دقيتوا ناقوس الخطر مع الوزاره ولا تبعتوا لهم مراسله على اساس يلقاو حلول مثل هذه الامور؟ كيفاش يعني هذه الامور بالتحديد؟ بون نعاودوا نرجعوا للمشاكل تاع الفرق. راهي جميع الفرق عندها مشاكل ماديه. نعم. فريق تقر تطلع هذا العام القسم الوطني الاول، مي انا نقول لك مام فرق النخبه اللي راهي تلعب في القسم الممتاز راهي ديما راهو ديفيسيلمون باسكو سعيده ايضا. نعم هي مدرسه غروند ايكول. دونك سي الجميع اللي وكي تقولي مشاكل فرق ماشي مشاكل اتحاديه راك غلط، باسكو الفرق هما اللي يكونوا الاتحاديه. نعم. ما كاش فرق ما كاش اتحاديه، دونك
لا لا انا المقصود انه المشكل المادي تاع الفريق الاتحاديه لا دخل لها، لا دخل لها، امر اخر. صح، المشكل هذا ما يقدرش يتحل، هو مشكل صعب جدا. باسكو انا مثلا مع سعيده تنقلت العام الماضي، تكلمت مع والي ولايه سعيده، زرته في المكتب تاعو ونشكره اولا على الاستقبال تاعو. تروح ولايه سعيده ولايه فقيره جدا، نعم، ما عندهاش الفون دو ولايه ضعيف جدا، ما عندوش واش يمد للفرق. دونك المشكل انك تستنى بالتمويل تاع الدوله، التمويل تاع الدوله ماش راح يكفيك، باسكو اصلا اعانات للفرق كيما قال لك نونو، بالك تقدر تكمل ماكله ترونسبور، صح فوق هكا ما تقدرش. ولكن لازم احنا باسكو احنا الاهداف تاعنا ماش راح تكون في الجزائر، باش تتبع المستوى العالمي لازم تكون في ليمام كونديسيون تاع المستوى العالمي. اكيد اكيد، احنا باش نقدر نتبع واحد لازم عندنا نفس الشروط، نخدموا في نفس الشروط. هي الدولة، نشكر تاني وزير الشباب والرياضة اللي لو بعت لي، بعت الاتحاديات مؤخرا يحب يعرف حالة الفرق والسيتواسيون اللي كاين فيها الفرق، يعني التفاتة جيدة من الوزير، نشكره عليها. ولكن انا نشوف باللي المشكل راهو ماشي مشكل سهل، راهو مشكل صعيب. لازم نعاودوا نرجعوا للسبونسور، باسكو كون ما كانش ممولين ولا سبونسور اللي يقدروا يعاونوا الفرق. مام الولايات، انا قلت لك كاين ولايات البيدجي الولايه تاعها ضعيف جدا، ما يقدرش يعاونوهم هذيك الامكانيات اللي يقدروا يمدوها. مثلا كي من سعيده تروح تعطي له، بالك توصل بلديه تاع سعيده تلقى عندها 100 مليون ولا 200 مليون تاع دخل، اللي هو الفريق يسحق 2 مليار. سبا فريق واحد ما تقدرش تدعمه، مستحيل. ماشي فرق كثيره. الحل راهو في سبونسور، وحنا تعرف حاجه سبونسور. نعاود نرجع كرة اليد والمشاكل اللي فيها والظلمه اللي كانت فيها، والناس اللي تحكي على انك تلقى باللي اليولي نرفعوا القيمه تاع كرة اليد باش الناس تنتيريسي تجي تعاونك. احنا بالعكس كانت مشاكل كبيره وتسبع غير النيجاتيف. لازم يتسلط الضوء على كرة اليد باش يعاودوا يرجعوا الممولين للفرق وما من الاتحاديه، باش ان شاء الله نلقاو الحاجه اللي رانا حابين نوصلوا ليها. نعطيك المنتخبات، كون احنا المنتخبات معليش تدينا الوزاره اون شارج في المنتخبات، مي تقدر التكوين تاعك على حسب الامكانيات تاعك. باسكو الا كان عندك 100000 تقدر تكون على حسب 100000، صافي باش توصل للمستوى العالي. دوكا راهو كلشي محسوب، كلشي محسوب، كلش الماكله تاع الاتلات محسوبه، الوقت الراحه تاعو محسوب، كل شيء محسوب، وهذو كلهم يطلبوا امكانيات. دونك الامكانيات راهو مشكل كبير 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 في كره اليد، ومشكل جاب ربي ما عندوش حل. انا نشوف ليه ما عندوش حل. نعم، نتمنى السلطات المحليه يعني في قضيه تقرت تنظر لهذا الفريق بعين الاعتبار. انت لما مريتي معايا قبل سنه بالتحديد، لما تم انتخابك رئيسه للاتحاديه الجزائريه لكره اليد كاول امراه على كل حال، قلت لي بانه كانت هناك مشاكل ماديه على مستوى الاتحاديه في ذلك الوقت، كانت هناك فنادق تسال اموال الديريكتوار والاتحاديات السابقه، تراكم ديون كبير الى غير ذلك. هل اليوم ما نقولوش بحبوحه، ولكن هل اليوم صافا كما نقولوا احنا تنفستوا شويه، ولا مازال يعني مازالكم محتاجين، مازال الاتحاديه تحتاج لاموال اخرى طبعا لخدمه الرياضه وليس لل صالح الشخصي؟ لحد الان مازال ما دخلنا سنتيم في الاتحاديه لحد الساعه. لحد الساعه بصح ماشي، ما كانش مشكل تاع الوزاره، سيتي المشكل تاعنا كان ما عندناش الكيتيوس، ابخي تمكنا جبناه الحمد لله. معليش تفهمي الناس وشنو الكيتيوس؟ انا على بالي، ولكن ماذا بها انت اللي تفهمي المشاهد. الناس كيتيوس هي كي تحط الملف تاع الاتحاديه عند التريزور، دونك من بعد هما يعطيوك اللي الدوسي تاعك راهو في لي نورم، يعاودوا يعطيوك ورقه اللي اسمها الكيتيوس، هي وصل استلام الملف. نعم. كامل. احنا تعرف بلي ما عملناش العامين اللي قبل، كان ما عملناش جمعيتين، الجمعيه العامه اللي كانت تابعه للرئيس السابق، والجمعيه. نعم. العامه تاع الديريكتوار، والتريزور ما يعطيكش الكيتيوس بلا هذه الجمعيات. دونك احنا الحمد لله الان عندنا كيتيوس، الامور الاداريه تاع الاتحاديه كل راهي في الطريق الصحيح. في الطريق الصحيح. دوكا نرجعوا احنا الحمد لله بشويه مساعدات، طرقنا الابواب، تمكنت الاتحاديه العامه باش على الاقل شاركنا في جميع البطولات الدوليه اللي كانت كثيره. نعم. هذا العام.
بديناها من بطولة العالم تاع الأكابر، بعد درنا بطولة عربية تاع أقل من 17 سنة، درنا بطولة عربية تاع أقل من 21 سنة، درنا بطولة عالمية تاع 21 سنة، درنا بطولة عالمية تاع أقل من 19 سنة، وزدنا درنا بطولتين إفريقيتين تاع البنات تاع أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة. وبطولة عربية الأكابر. وبطولة العربية الآن راهم اليوم إن شاء الله يتنقلوا فريقين لأقل من 17 سنة وأقل من 15 سنة باش يشاركوا في البطولة العربية اللي راح تكون في تونس إن شاء الله. إن شاء الله. دونك تقعد كيما قلت لك احنا نمشيو بلي موان دو باس بوغ لانستون. الحمد لله كانت عندنا الحاجة الإيجابية اللي شفتها العام هذا اللي درناها بالك في الاتحادية، درنا تربصات كثيرة في الخارج بالنسبة للأكابر، وكانت تقريبا كلش بدعوات من الاتحادات، مثلا الاتحاد القطري، الاتحاد السعودي، كانت كلها دعوات. لنشكر هذه الاتحاديات على هذه الدعوات اللي مكنتنا انه، ولكن يقعد مشكلة التمويل لازم سبونسور. ونحن مادام الصورة تاع الهاندبال ماهيش في الواجهة راح يكون سبونسور ديفيسيل باش تعاود تجيب سبونسور. احنا تفصلوا ان شاء الله بعد ما سقمنا الوضعية القانونية تاع الاتحادية راح نروحوا للدوزيام بارتي وهي جلب الاموال الاتحادية عن طريق سبونسور. وانا راه شفت باللي امام البطولة الافريقية اللي راح ننظموها راح تساعدنا في هذا الشيء ان شاء الله، يعني راح يكون فيها عقود سبونسورينغ الى غير ذلك ان شاء الله، تدخل خزينة الاتحادية إن شاء الله. إذن طبعا نور الدين هني لما نتحدث عن الدعم المادي للاتحاديات كل شيء راهو الآن بطبيعة الحال ماشي كما بكري بالك بشوية دراهم هكذا يا شوية دعم تاع الدولة تقدر دير نتائج كبيرة، الآن كل شيء راهو بالأموال. هذه الإشكالية اللي ربما راهي تعارض ولا توقف أمام الكثير من الاتحاديات اللي هي مشكل الأموال، ما تقدرش تعتمد غير على أموال الدولة، لازم الاتحاديات هذه يكون عندها دي بارتناريا مع متعاملين اخرين سواء خواص ولا شركات تاع الدوله باش يكون عندها دخل مادي تاعها يعني خاص بها دون انتظار الدوله الجزائريه. درك كيما راه ساريا كان ما عندكش معرفه ما عندكش سبونسر، لازم يكون عندك معرفه مع واحد يعاونك شويه بصح يعاونك شويه. لازم اولا الاتحاديات يسقموا رواحهم باش يكون سبونسور، لازم نبيع ايماج دو مارك، ما نبيعش الخرده، ما لازم نبيع حاجه اللي باينه، شامبيونا يبان في التلفزيون، دي كرون ماتش، الشعب يجي الجمهور باش يقدر يدير الاخر لابوبليسيتي تاعو. وكاين طريقه اخرى وين الدوله الليميت لي ديسيبلين، ماشي كاع نديروهم بروفيسيونيل وكاع اللي عنده بار اكزومبل عندنا واحدة بطلة العالم ندير انا نجيب لها سبونسور لان بطلة العالم اكيد راهي البروجي هذاك راح يمشي ان بو بارتو ونساعد هذه سبونسور نساعدهم الدولة ساعدهم بار اكزومبل في لي زامبو قالوا لي باش تخلص لي زامبو ولا درام تاع لي زامبو ولا قال تعاونوا بهم الرياضة لازم نسيبوا طريقة لان هكذا رانا ماشيين ماشيين واحد ما هو خمم كيفاش نسقموه الاخر. صحيح. لازم من ريفورم الناس قاعد تشكي ما كشفتش انا حصه تاع رياضه والبلو كرو بروبليم هو المشاكل الماليه. صحيح. المشاكل الماليه الناس قاعد تتكلم على المشاكل الماليه. هاك سمعت يعني رياضيه نخبه كاميليا حاج سعيد وهاك سمعت المشاكل تاعها. هي مشكلتها مسكينه مشكل اخر مشكل اخر. لا هي شوف هي بطلة العالم المفروض كاع نتحيولها وكاع نمشي وراها اكيد ما فيهاش نقاش. كل الرياضيين تاع النخبه تاع المستوى العالي ابطال العالم غلطت ما دار والو مساله الجزائر اكيد ماشي نحطموها نريبوها كيف انا واحد يطلع العالم الجزائري قال نعاقبوا نحيا منا مش من علاش رانا هنا هذه الرياضه ماشي هكذا تمشي ماشي هكذا تمشي. انا ما ندخلش في مشكله تاع الاتحاديه تاع الكاراتي ولكن انا كي نعرف وحده بطله عالميه نعطي لها كاع الامكانيات لان مالغري اسمها اللي يهضروه بصح العالميه يطلع ماشي هي اللي تطلع اكيد
برك تدخل في هذه النقطة. تفضل. الدولة راهي دارت مجهودات في هذه النقطة باسكو راهي مادة ميزانية خاصة للتحضير للبطولات. نعم. راهي تاع المنتخبات الوطنية. تاع المنتخبات. نعم. ما الرياضات الفردية راهي تحضير البطولة بطولة الأولمبياد. نعم. مادة ميزانيات خاصة للاعبين. صحيح صحيح صحيح. خاصة هذا في برنامج رئيس الجمهورية اللي نشكر الدولة ثاني راهي نعم. تقوم في رياضة النخبة بصح يبقى الإشكال ماشي غير في النخبة. تسيير يعني التسيير تاع الأموال والفئات السنية أيضا. نعم.